وفتحنا لايف من جديد مزاد على موستنج. الان بنصور لكم السيارات اللي بتدخل هنا، بنغطي لكم الفورد برونكو بعد شويه مزاده. هذا عليه تعديل جميل جدا، البيتر شويه داخل. هلا يا الغالي، حياك الله. في دخل السيارة هذه أول الحين. هذه ناسكار طبعا. السيارة هذه ناسكار حاليا اللي بينزلوها، بنشوف كم تجيب. It is important to note you are bidding on a vehicle that has been authenticated by NASCAR Hall of Famer Ray Evernham and accompanied with handwritten race notes. Vintage race. بشوف كم تجيب. بعدين بطلعكم برا هنا نشوف السيارات الباقية. بدأت على 100 يا شباب. فتح المزاد على 100. مية وعشرين حاليا. مية وعشرين، مية وعشرة يطلب 120. عندنا الساعة 1:30 الحين يا شباب. وشوف كم تجيب. 110 ويطلبوا 120 على الناس كار. هذه الشفروليه مية وعشرين وصلت. مية وعشرين يطلب 125. وقف على 120. طيب خلونا نطلع موريكم البرونكو الحين. تشوفون الأسفل ولا لا؟ أدق التفاصيل يا حبيبي. اللي بيسأل على البورش داخل بعد شوية. هذا 92 الجي تي ار اس جي تي، وبعده 3.6 ال 94. عندكم الاولدز موبيل والبورش. يحاولوا يشغلوه، الماكينة تشتغل تلف يعني. شغال يعني، مو مصلب. سمعت صوت الماكينة قبل شوية؟ تسمعوا؟
ريفايف 5600. هذا صب الوكالة، داخلية وكالة، لا قال لك صب وكالة، هذا هو. Someone leak, something leaking from there. جاب الدبليو 40 عادي الحين يشتغل. العفو يا الغالي. شيء حلو ان السيارة يعني مشروع تجديد بس شغالة. يبغى له بنزين. البرونكو البرونكو يلا البورش اشتغل طمنا، الان نشوف البرونكو يلا. مشكلة جوا ما واصل 175 تقريبا 175 واصل 170 ولم يتم البيع. 170 ألف دولار ولم يتم البيع. And I love these. I love these, and you should too. Ladies and gentlemen, it's a 62 Lincoln Continental Convertible from the North American. العفو العفو اخوي عبد العزيز. اللينكن هذا 62 سوسايد دور كشف. That is Bermuda blue over a matching blue interior. 430 cubic inch V8, 3-speed automatic, well optioned. Full complement of power amenities. That's steering, brakes, windows, and convertible top. Folks, this is your Lincoln convertible from 1962. راح يبدا على 25 ممكن 10 20 20 25 30 32 5 لحد الان بلاش 35 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
folks. He's right over there. He'll tell you this would make a great entrant at local car shows, boulevard cruises. Put the top down, and you could put the whole family in this thing. And your neighbor's family. Yeah, 35, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36,
35 سعر طيب. هذا البورش بيدفوه الحين. هذا خوينا واصل 61 حاليا على الجاكور يا شباب الاحمر اللي طلع بعد البورش. Okay folks, next up you have an opportunity to bid on something utterly amazing, selling without reserve, ladies and gentlemen. Please note, this lot is titled as a 1957, and the title is in transit. Ladies and gentlemen, هذه لها تايتل مسجلينها 57. هي 57 أساسا. التايتل بيجي بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة. لأنه ما كان لها تايتل بيطلعوا تايتل. Aquamarine blue metallic over a lovely red leather interior, very complete, undamaged condition. This is Porsche history with the Kardex, the tools, the jack in the spare, and selling without reserve, ladies and gentlemen. الواتس أبو محمد الثاني. دقيقة على الرقم الثاني. مو الرقم هذا، الرقم الثاني الخاص. بس انت شوف السعر كم فتح. وصل 110. 110. 120. 130. 140, 150, 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
ابو محمد انا فكرت على 100% بس لانه بارن فايند يعني صبغ الوكاله وداخلية الوكاله ما اتوقع بيروح يجدد بس كشف وامور زي كذا. هذا السعر متوقع كانت من 70 و90 يا شباب زادت 100,000 يعني شيء طبيعي. 75 175 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
185 طبعا هذا ياخذ البيت من هنا هذا كفو عليك 190 now 5 I have 195 وصل 190 يطلبوا 195 195 I have 190,000 bid 195 200 هذا لا هذا من المزاد الثاني تقريبا بس يجي المزاد هذا وصل 200 يا شباب وصل 200 على البورش البروجكت الأزرق $205 موظف المزاد الأول وهذا الثاني وصل 210 210 ويطلب 220 يا شباب السلم توقع كان من 70 ل 90 قول من 70 ل 100 قول من 70 ل 120 150 واصل 210 دائما اقول لكم هذه النقطه على اساس ما احنا ندخل في احراج بعض الاحيان مع العملاء نعطيه السلم متوقع تزيد قال ليش زادت وما زاد ايش نسوي $210 او 215 باع غير نسبه المزاد next up wow that was sort of exciting all right yes sir well next up ladies and gentlemen lot 6049 is the 1936 طيب خلونا نشوف اللي برا حاليا المميز فيه انه صبغ الوكاله وداخليه الوكاله هذا السعر متوقع 160 ل 180 لانه من اصل 1320 نسخه وانا اقول لكم ايش المهم شفتوا التريم هذا الكروم هذا اختلافات بسيطه في الداخليه بس طيب سياراتنا احنا لسه عندنا 6 سيارات مسجلينها وفي وقت لسه هذا الثاني الكشف كم تتوقعون يجيب طبعا هذا كان A هذا B يقول لك من 75% مستحيل راح يطلع اوكي اختلاف الفئه مثل الماكينه شوف اللون يولع السيجار حقه كيف يا حبيبنا كيف عادي هذا راح يطلع سعر
الأجواء زينة اليوم ما شاء الله. صف البورشات هنا. شوف 53 هذا الكشف ما شاء الله. أي شيء كشف عندهم هنا. جميل. أظن من 60 إلى 80 أو 70 إلى 80. كده يوصل 100 ما تدري. 70 إلى 80 53. أستاذ الملك فهد قصدك بالمظلات هذه الشكل هذا جميل. هذا بعده 56 و 55. دقيقة يا شباب. هلا ابو محمد. الاخضر هم مسجلين برضه من 75 إلى 90 بس اذا جاب السيل هذا يعتبر بلاش صراحه، لكن انت شايف الكشف كيف اسعاره. طب انا احطه في الليسته ترى داخل بعد شويه نتابع ونشوف. طيب أربعة وخمسين سأتوقع من 50 إلى 60. في أحد الشباب سألني عن هذه، هذه دوج تذكرون قد عرضنا واحدة زيها عندنا في مزاد صفقة قبل ما نفتح مزاد صفقة في الصالة الأولى، موديل 60 هذا الشكل يجي 59 60 من هنا دوج، حتى التعشيق زرار اتوقع هذا ازرار اذا ما خاب ظني. ايوه ازرار شوفوه من هنا تعشيق، هذا هو كان عندنا واحد سالنا واحد من شباب الخاص وعلمته قال اول مره اشوفها، قلت لا هذه دوج 60. ان شاء الله ان شاء الله اخوي انس. هو شوفوا اقامه المهرجانات والمزادات موجوده عندنا في السعوديه وفي الخليج، في شركات افراد كثيرين يعني يسووها، بس التنظيم هو التنظيم والله. انت لما تسوي مهرجان، المهرجان سهل بسيط يعني عادي كل واحد يقدر يسوي مهرجان، لكن انت تبغى تقييم مزاد هذا موضوع ثاني مختلف، لازم يكون في يعني ناس تشتري، الترويج للمزاد يكون واصل فئه معينه من العملاء اللي يهتموا للسيارات هذه، لازم تكون في سيارات نادره يعني زي كذا. في بالسعودية مزاد بعد كم شهر تبع الموسم أتوقع، أتوقع الغالي صح صادق. بس أنا سألت المزاد اللي هنا اللي كان قد جاي في موسم الرياض 2019 قالوا ما هم نفس الشركة، أتوقع شركة ثانية اللي بتجي المزاد في الرياض، بس ماني عارف والله ما عندي أي تفاصيل. أتمنى صراحة اللي في الرياض أي شركة بتسويه أو أي فريق بيسويه يكون فعليا مزاد مش مهرجان، لأنه في فرق شاسع. يعني أقول لكم معلومة ما قد قلتها أنا لأحد، ممكن اثنين ثلاثة يعرفوا، وأنتوا تعرفوا المتابعين، أول مزاد أدخل فيه ولا أشتري مزاد الرياض، ولا شريت ولا سيارة. في عربون جانا على سيارة، يعني هذا شيء شخصي بس أنتم عارفين، يعني أقول لكم ما ندخل سيارة، ما ندخل مزاد إلا فيه تأمين. في تأمين وصلنا هذيك الفترة في حدود 800,000 ريال تأمين، بس 800,000 تأمين، مش قيمة سيارة ولا شرينا. وننزل أي مزاد في أمريكا نشتري ولله الحمد. الرياض كان مهرجان وليس مزاد هذيك الفترة، والسبب الشركة اللي جت فقط. فإن شاء الله الشركة اللي بيجوا المرة هذه أو المزاد اللي بيجي يكون فعليا في بيع، ما يكون بس شو، لأنه في فرق شاسع. ايش في هنا قاعد يصيحون؟ ما ادري خلدون موجود معنا؟ خلدون انت في اللايف ولا لا؟ هذا بيدخل مزاد. يا
إيه الأسعار اللي كانت في المزاد الأخير كانت مبالغ فيها من الشركة حقت المزاد. 45 ل 55 56 جميل جدا. شوف الألوان بس ايش رايكم في الألوان؟ 500 وصلت سيارة 500,000. ايش السيارة دي؟ خلنا نروح نشوفها. لازم نروح نشوف. الأسعار ما كانت 3 أضعاف، الأسعار كانت 10 أضعاف اللي في أمريكا. وهذا الشيء ترى أثر كثير على اسم انك تقيم مزاد في السعودية. أنا كل ما قابل واحد هنا يعني أسأله، أوه على الباص أتوقع. مليون ولا 600 ولا 700، هذا هو. أنا أسمع. أنا أسمعهم 500,500,000. والله لو تقول عند ربع أنا قالوا لك غسيل على طول. والله ضاربوا عليه بالتليفون 375، هذا يعطي 20، هذا 25 وصل، هذاك عطى 440، قال الثاني بالتليفون قال عطي 500، هذاك جلس الثاني على طول. لا موتر باص جميل. لا جميل صراحة. أنا ما أدري القيمة، أكيد متحف هذا. يلوستون بارك هذا. إيه غسيل وكوي. ربعنا إذا ما عرفوا للشيء ولا شيء ما أبدا قالوا غسيل. يعني غير نسبة المزاد 10%، شيء جميل. شوف نص مليون بعد يبغى له فحمات. يبغى له؟ لا أتوقع الفحمات لو وصلت عند رأيي قال غشيتوني في الفحمات. أنا غشيت. جميل جدا، الألوان جميلة. والله شيء جميل. شوف البورشات اللي هنا. طيب يا شباب احنا بنقفل ونرجع لكم، اوكي خلوكم قريبين.